إن القراءة الثانية للمسيرات هي رد طبيعي عن الحركة الجدد. كان هناك حركة من سنة 54، من نوفمبر 54 كان هناك حركة، وكان هناك قومية يتآمرون مع الأجنبي، يتآمرون مع المحتل ضد الجيش الوطني، ضد جيش التحرير الوطني الجزائري، من شهدائنا الأبرار ومن مجاهدين الأخيار. وقام واحد من هؤلاء الحركة العميل للاستعمار والعميل لنظام المخزن، وقاد مسيرة بعشرات من الأفراد، وحمل فيها لائحة تقول أو يقول فيها بأنه داعم للكيان الصهيوني في وجه الإرهاب الفلسطيني، ورفع شعار بأنه يمثل شعبا داخل الجزائر. فالتحمت ولاية تيزي وزو وولاية بجاية على بكرة أبيها لتقول له بأننا نحن شعب واحد جزائريون ضد الاحتلال الصهيوني، وأنك لا تمثلنا بأي حال من الأحوال. إنها رسالة عميقة، وعلى الإعلاميين أن يلتقطوها، وعلى المثقفين أن يلتقطوها، ليؤكدوا بأن ما قلناه خلال السنوات الماضية بأن هناك نخبة بائسة، نخبة فاشلة، نخبة فسحت لها المجال خلال المدد السابقة لتتكلم باسم هذه الولاية أو باسم تلك الولاية أو باسم تلك الجهة أو تلك الجهة. والجزائر هي ولاية واحدة، هي جهة واحدة، هي خيمة واحدة، هي عرش واحد، هي جسم واحد، هي قلب واحد.